نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، نتيجه منطقيه لاحداث الشوط الاول؟ لا مبروك، احنا متفقين كلنا قبل المباراه في فوارق كبيره قوي بيننا وبين فيرس فيوتشر الحقيقه، رغم الخمس مباريات اللي انت لعبهم في 15 يوم، انما انت حالتك البدنيه هي اللي واضحه في الملعب، وبعدين اللعيبه بتتناول المباراه بسهوله، يعني بالباص الجيد، بالانتقال من المرحله اللي هي من نص ملعبك لللاين فيرود، عندك فيه هدوء نسبي اللي احنا كنا كلنا بنطالب بيه زمان، ان ازاي بتلعب العرضيه او ازاي بتخلص الكوره لفرصه محققه، وده شفناه النهارده في كوره، بعد كده نشوفها ان شاء الله بعد المباراه ونبارك لبعض. الكره اللي اتلعبت بين حسين الشحات وعلي معلول ورجعها له تاني وعملها الكهرباء، خدها باكورد، لو كانت لبست في وش رجله كويس كان هيبقى جون حلو قوي، وهنبتدي نقول بقى رونالدو مصر وحاجات، كنا هنطلع نتكلم على حاجات كتير جدا. فالاهلي ماشي كويس جدا، في ثبات في الناحيه اليمين وفي ثبات وفعاليه في الناحيه الشمال جيده جدا. مش عايزين فلسفه بقى والكعب ومش الكعب، عايزين ناكد الفوز، مش لسه ما خلصش، عايزين ناكد الفوز بهدف ثالث ونبارك لبعض ان شاء الله. ان شاء الله ربنا. كابتن اسامه، تقدم مستحق للنادي الاهلي وتفوق طوال الاحداث الاول لعبا ونتيجه. مظبوط، يعني بيراميدز فيوتشر ابتدى، بس اول كوره اللي هي جت لعبد الكريم الوادي وشاطها بوش رجله جت جنب القائم الايمن، بعد كده النادي الاهلي هجوم متواصل، ضغط اخطر، الضغط قلت لك هيسفر عن اخطاء، الضغط هيسفر عن اخطاء. أيوة. وفعلا الهدف الاولاني كره كورنر مشتركه بين جنش وكهربا، جنش طبعا طلع خطا كبير جدا، صحيح كهربا وجه الكوره ولكن جنش جون خالص وما خدش الكوره، يعني ايديه تحت راس كهربا كمان، فالجون ده في الدقيقه 12 فتح الملعب قوي على فكره لينا وليهم، بس احنا عشان امكانياتنا افضل ولعبتنا متمكنه اكتر، تناول الكره في الجبهه الشمال بين معلول وحسين الشحات، ناحيه اليمين بين امام وبيرسيتاو وهاني وورا ومكوكا ومروان، سيطروا وابتدت الخطوره تبقى لينا احسن لغايه الهدف الثاني الجميل اللي اتلعب بين حسين وكهربا وحسين، وقبليها الكره اللي الكابتن شريف قال عليها دي احلى كره في المباراه، لو كانت جت اتنقلت اكتر من مره بين حسين الشحات ومعلول ثم باك ورد الكهرباء. المهم انت مسيطر على الماتش، هم محاولات ضعيفه من ناحيه باسم شويه وعبد الكريم الوادي، من ناحيه جوناسان شويه بيطلع بيحاول يعمل كرات عرضيه، لكن مفيش الخطوره مفيش الخطوره الواضحه. فانا شايف النادي الاهلي لو استمر على كده سهل جدا يزيد حصيله الاهداف ان شاء الله رب العالمين. كابتن عادل، رؤيتك الفنيه سريعا لاحداث الشوط الاول؟ يعني شوط الكره السهله، شوط الكره الهدف المبكر، شوط الهدوء في الاداء، شوط توفير الجهد، ده بالنسبه للشوط الاولاني. ده ملخص ده ملخصه يعني، والهدف المبكر الفرصه اللي هي الاولى اللي انت استغلتها. صحيح. تمام، خلينا الشوط الثاني سريعا كده، النادي الاهلي عنده فرصة النهاردة ممكن يعمل نتيجة طيبة قوي يعني وعريضة جدا، إن أراد إن هو يشتغل بنفس السهولة في اللعب هيعمل أداء مميز. صح. طيب كابتن بلال، النهاردة الشوط الأول كان متميز للنادي الأهلي، استغلنا الفرص المتاحة النهاردة بصورة جيدة، استغلنا كمان الكرات الثابتة، جول كهربا من كرة ثابتة حتى وإن أخطأ جنش، ولكن هي كرة ثابتة من علي معلول، كهربا طلع من المرات القليلة اللي كهربا بيطلع فيها محارس المرمى في الكرة الثابتة دي. الشوط الثاني مستر كولر هيفكر ازاي وهيواجهه ازاي المدير الفني لفيوتشر؟ شوط اول متميز طبعا يا كابتن، كويس، بتلعب فرقة يعني اقل منك بكتير جدا جدا في الاداء، في المستوى يعني المستوى الفني، بتكلم المستوى الفني، انت عملت معاهم كل اللي احنا اتكلمنا فيه، انك تضغط من البدايه، انك تستحوذ، انك تروح، انك تسجل، انك ما تضيعش فرص، عملت كل حاجه حلوه جدا. تمام، جيم مفتوح، تمام، هم فرقه انا شايف ان هم متاثرين بالماتش اللي فات. تمام، انت كمان لعبت زيهم ولكن انت واقف على رجلك افضل منهم بكتير جدا. طيب، اداء جيد جدا في الملعب، عندك تنظيم النهارده بشكل جيد، انا بس الشوط الثاني مش عايزين نفتح الجيم شويه، يعني انت كسبان 2-0
اوكي تمام. انا حاسس برضو احنا كسبنا 2-0 الجيم مفتوح سلس. انت مش عايز تبالغ في الهجوم يعني يعني انت الملعب مفتوح سلس. أي. يعني انا بضغط وبفتح خطوطي طول ما انا متعادل 0-0، طول ما انا ابتديت سجلت هدف وسجلت الثاني مفترض يبقى في عندي توازن بقى يا كابتن ايمن. يميل بعض الشيء للدفاع سن صغير، مش 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 هندافع. أي. ولكن بقول يبقى في تنظيم، ما ينفعش يبقى ايه بس بيعمل دبل باص مع احمد في قلب الملعب والناحيه الثانيه جونا سامبي يعمل الدبل باص مع مروان محسن والدنيا فاضيه وممكن يروح على الجول في اي وقت. لا، ما نقفل الجيم، نلعب جيم مقفول بقى. ما فين مروان عطيه واحمد نبيل كوكا كابتن؟ احنا لازم عندهم بطء غير عادي في الحته الدفاعيه، ما عندهمش بطء غير طبيعي. ده حسين الشحات واخد الكوره من اول الملعب لاخر الملعب وهو دلوقتي بلال ونص الملعب فاضي صادق بيجري في عمال يتشعلق فيه ونص الملعب فاضي كله. ما انا انا بكلمك ليه بيتشعلق فيه؟ يعني ده معناه ان ما فيش حد بيقابل من 18 نص الملعب، ما فيش حد تاني بيقابل. فرقه مهلهله جدا، انت خليتها كده برضو، انت ضغطت عليهم خليتهم يغلطوا، مش ما كنتش بتديهم فرص احيانا لان هم يخشوا الجيم، لكن في بعض الاوقات بتسيبهم ينقلوا ويباصوا لحد ما يوصلوا ال 18 فاهم. ما عندهمش انياب حقيقيه للتسجيل باستثناء الفرصه اللي اتلعبت الكوره طبعا اول دقيقتين اللي اتلعبت من اول دقيقتين اللي ضيعها عبد الكريم الوادي تمام. فالنهارده لا يا كابتن ايمن، لازم بقى نقفل الجيم كويس. لو قفلنا الجيم لعبنا على الكاونتر اتاك هنكسب 4-5 مستريح صحيح. تمام، هي فرقه لا تضاهيك، يعني المسافات بينها وبينك بعيدة جدا. هو النهارده الراجل بتاعهم خلاص الجيم شبه ان هو فلت من ايده او خرج من زمام الامور، خرجت من ايده يا كابتن ايمن. فالنهارده لا، انت تستغل ده بشكل كويس جدا، اقفل ملعبك بشكل كويس، العب على الكاونتر اتاك، اعتقد ان انت ممكن تسجل هدف الهدف الرابع كويس. مفيش تغيير من بداية الشوط، ما تفتحش الجيم، ما افتحش الجيم عشان ما ادخلهمش يعني معايا. انا كسبان 2-0، ليه الجيم مفتوح؟ يعني ليه الملعب كله مفتوح؟ ملعب مفتوح قوي جدا يعني هو بيوصل كمان، انت بتدي له فرصه انه ينقل ويباص ويعمل دبل باص ويروح وممكن يشوط وممكن يلعب بالعرض. يعني انا على رايي بلال انا لازم اشوف مروان ونبيل كوكا صح يا كابتن؟ الاثنين دول واقفين في مكانهم، احنا مش جايين اكتر منه، تبقى واقف في مكانك انت يبقى قدام الاثنين سنتر باكس كابتن قافلين الملعب بشكل كويس. تقدر تقول عشان الشوط الاولاني كان هم جوه الملعب، ماذا ما بعد الشوط الثاني بقى؟ هيبدا ازاي هو مستر كولر؟ احنا انا رايي قفل كويس يا كابتن، يشتغل على الكاونتر اتاك تمام، ما يديش مساحه، ما يديش فرصه ان هو يهاجم، لان هو اوريدي اصلا هو مشكلتك الوحيده او ميزته الوحيده لما انت بتسيب له الجيم الملعب مفتوح. اكيد اكيد انت لما بتسيب الملعب مفتوح هو بيشتغل بقى على واحده يمين واحده شمال، باص دبل باص، فاهم قصدي؟ هم بطء في اللعب، رتمهم بطيء جدا يا كابتن. في نقطه عادي. فلسفه مستر كولر دايما اللي هو يقول لك ازود يعني ايه ماشي ازود، بس هو اضغط عليك عشان ما تعملش رد فعل. ده جيم بتاع ال 45 دقيقه. لا بس خلي بالك ايوه ده جيم 45 دقيقه يا كابتن بالظبط. لا جيم بطوله يعني ده ما اقصدش قصدي ده شوط حاسم يعني بالظبط شوط حاسم. لا ده انفلات، لا ده شوط الحاسم. لا لا ده لعيبه هي اللي بتسيب السايب في السايب وبيهجموا كلهم وبيسيبوا وبيعتمدوا على ان عبد المنعم ورا وربيع هيرد لنا الكوره تاني. لازم يبقى في التزام باذن الله رب العالمين، هيكون في التزام وان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني لتأكيد الفوز. هنروح لفاصل، نرجع لحضراتكم مرة أخرى بعد نهاية أحداث المباراة، أرجوكم انتظرونا.